السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم معايا من جديد في قناة عالم عواطف. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم كيكة بالجزر أو بخيزو. هاد الكيكة اللي كتجي مفشفشة من الداخل وهشيشة ولذيذة ومذاق أكثر من رائع، ومكونات اللي هي جد بسيطة ومتواجدة في كل بيت. قبل ما تشوفوا الفيديو ما تنسونيش بلي لايك، وبالنسبة للناس اللي كيشوفوا القناة ديالي لأول مرة كنقول لهم اشتركوا معايا في لاشين، الضغط على زر الاشتراك سبسكرايب او سابوني اسفل الفيديو، وكذلك الضغط على الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. وما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاحباب. اما الان نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. نبداو على بركه الله بلائحه المقادير. لهذه الكيكه غادي نحتاجو 3 د البيضات، 3 د الحبات ديال الجزر او خيزو اللي حكيتهم في الحكاكه الرقيقه، جوج اكياس ديال الفاني، جوج اكياس ديال خمار الحلوى او بيكن باودر، 3 د المعالق كبار ديال الكاكاو المر، نص كاس ديال الحليب، كاس معامر ديال الزيت زيت المائده، كاس ديال السكر الخشن او سنيده، جوج كيسان كبار ديال الدقيق. بالنسبه للدقيق كيما كنقول لكم غادي نشوفوا على حسب الخليط. نبداو على بركه الله. غادي ناخذ البيض، قلنا هنا عندي 3 ديال البيضات، غنضيف الكاس ديال السكر الخشن او السنيده، جوج اكياس ديال الفاني، ونبدا نطرب. غادي نطرب هاد البيض مزيان مع السنيدة والفاني حتى هي. غادي نضيف الزيت، قلنا كاس معمر، ونتابع التطريب. غنضيف نص كاس الحليب ونزيد نخلط هذا الخليط مزيان. غنضيف 3 الحبات ديال الجزر اللي قلنا حكيناهم في الحكاكه الرقيقه. غادي نضيف الكاكاو المر، قلنا هنا عندي 3 معالق كبار ديال الكاكاو المر. غادي دابا نخلط فقط بالخلاط اليدوي. غادي نضيف الطحين، الدقيق كيبقى بشويه بشويه حتى نشوف الخليط قوام الخليط اللي بغيت. دائما قلت لكم انا هنا عملت جوج ديال الكيسان، وانتم دائما عينكم ميزانكم، ثم كتخلطوا وانتم كتشوفوا القوام ديال الخليط. غنضيف هاد الدقيق اللي بقى لي هنا ونخلط حتى يتجانس لي. نضيف جوج اكياس ديال الخماره او بيكن باودر، الخليط ديالي هو جاهز. خديت المولع يدخل الفران، عملت عليه لتحت هنا بابي كويسون
ودهنت الجناب بالزبدة ورشيت عليه شوية ديال الدقيق. غادي نصب هاد الخليط ودايما نهز يدي الفوق باش يخرج داك الهواء هكذا. الفران ديالي راه هو سخون، غادي ندخل الكيكه على درجه حراره 180 درجه، يعني حراره معتدله بالنسبه للناس اللي عندهم الفران ديال البوطه يعملوا عافيه مهيله. صافي غندخلها واحد نص ساعه حتى 35 دقيقه ونرجع عندكم. غادي ندوز نحضر معكم الكريم شوكولا اللي غنزينوا بها الكيكه ديالنا. لهاد الكريم غادي نحتاجو كاس ديال الحليب، ملعقه ونص ديال الكاكاو المر، ملعقه كبيره ديال السكر سنيدا، ملعقه كبيره ديال النشا. غادي ناخذ الحليب نوضعه في كاسرونه، نضيفوا عليه الكاكاو المر، السكر سنيدا، كذلك النشا. غادي نخلط هاد العناصر مزيان حتى تجانس ويدوب لنا الكاكاو المر مع داك النشا. كما سبق لي وقلت لكم دائما النشا كندوبها في الحليب هو بارد باش ما تكورناش. دابا غادي ندوز نوضعها على النار. وضعت الكسرونه ديالي فوق نار مهيله، غادي نبدا كنحرك هذا الخليط. ما نتوقفش على التحريك باش ما تكور ليش داك النشا. غنستمر هكا في التحريك حتى نحس بالخليط ديالي بدا كيعقد. وكما قلت لكم العافيه تكون مهيله. الكيكه ديالي بعد ما خرجتها من الفران غادي ندوز نزينها بالكريم شوكولا اللي حضرت واللوز كونكاسي. هذا هو الشكل النهائي ديال الكيكه ديالنا بعد ما خرجت من الفران. زينتها بالكريم شوكولا اللي حضرت معكم وباللوز كونكاسي، كتجي على هذا الشكل هذا. نتوما كل سيده عندها الاختيار تزين كيف الشكل اللي بغات وباللي متواجد عندها في البيت. الى عجبتكم الوصفه ديال هذا النهار ما تنساوليش بلي لايك، واللي كيشاهدوا القناه لاول مره كنقول لهم ما تنساوش تشتركوا في القناه بالضغط على زر الاشتراك سبسكرايب او صابوني اسفل الفيديو، وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، وما تنسوش تبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاحباب. هذا هو الشكل ديالها من الداخل، كتجي على هذا الشكل هذا. كما كتشوفوا كتجي هشيشه من الداخل. ما بقى لي الا نودعكم والى فيديو جاي ان شاء الله.